مدام ليلى، الفيلا ما فيها ولا نقطة مي لا للشرب ولا للطبخ، شوي تانية بنتسحر. لك شو هالمشكلة هاي؟ ناديني لجابر. ناديت له، بس انت احكي معه. وليش حتى انت ما تحاكي؟ انا محاربته من وقت العملة اللي عملها. ايه لسه لهلا ما رجع لك الخاتم؟ ما رجع لي اياه، ترجع المي بحلقه الهي. روحي عنا يا، قال رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. نعم مدام ليلى. جابر الله يرضى عليك، حللنا مشكلة المي. اي حلوا رقبتي ان شاء الله. شو قال لك عني انا مؤسسة مياه عين الفيجة؟ لك شو بنا جابر بيك، طول بالك علينا، خذ وعطي معنا. ايش بيعرفني؟ من الصبح عم بتصل بالبلدية ما حد عم بيرد، واتصلت بالطوارئ قام طلع لي واحد فكرته عم يتأتي، قام طلع عم يفطر، قال لي هلا مو فاضي لك يا حمار، وطبش السماعة بخلقتي. ايه والمعنى؟ معناها خلي الأستاذ خالد يتصل بحدا من الجيران اللي بيعرفهم يحلوا هالقصة، يعني ما حلوة أنا أحكي عنه. هي معك حق فيها. فكرك أنا ليش متحملة غلاصتك وكلامك الدج؟ لأنك بتحب شغلك وبتفهم بالإتيكيت. كتر خيركم والله، ما طول نهار عم اشتغلكم عبتال وسرفيس سايح جاي على الخط، بقى منين رح اصححلكم قديش مثل حكايتي؟ منيح بتعرف حالك نجمة، هلا لامتى بدنا نضل نزعلين؟ والله اشتقت لحكاياتي، خلصنا بقى. تبقى حكوة إلهي. ايه تصطف لي، أصلا أنا شايف وحدة أحلى منك وأصغر منك، بتشتغل بالفيلا اللي مواجهنا، بكرة رح أطبقها وأتجوزها. جوازة برصي، والله لا دب بخوانياك. لك يا حبيباتي، هلا مو وقت خناقاتكم، خلونا بمشكلتنا. نجمة، هاتي هالتليفون خليني أحكي مع خالد. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما قصدي مشاعرك. ألو، كيفك حبيبي؟ لا، ما انحلت المشكلة. راح بس ما ردوا عليه. حاجة. طيب شو رأيك؟ تشوف لك حدا من الجيران وتتفق أنت وياه؟ إيه، وأنا كمان. كتير منيح، بس استعجلوا. مو بقيا معكم غير ساعة واحدة، بعدين بفركوا للموظفين. ماشي، ماشي حبيبي، الله معك، مع السلامة. إيه شو هالصباح؟ من واحد بفيق من النوم مشان يعمل دوش ويستقبل نهاره بروايح الشامبو والعطور بلاقي المي مقطوعة. صحة. وإن شاء الله فت تحممت؟ لحقت آخر نقطتين، لقلقت حالي لقلقة. يا الله، هلأ بتمرض وبترشح، أنت خلق صحتك على قدها. بابا ليلى، في حدا ما عرف إنه أنا راجع من رحلة علاج وصحتي على قدها؟ معلش ماجد بيك، نحن مو غرباء، أنا وجابر مثل ولادك. وعز، بس بعرفكم لساناتكم فلتانة. هلا نحن لساناتنا فلتانة؟ من يومين ناطور جيراننا شافني وكنت عم بعمل رياضة الصباح، وقال لي كيفك أستاذ؟ قلت له أهلين. قال لي والله درينا إنه أنت يعني راح تنفخة، ركز لي على تنفخة. ها تمام؟ مين قايل له؟ يا ماجد بيك، هدول جيران يعني مو صعب يدروا، بعدين ما بتعرف. باكد الخدامة طبعا عملت لها زيارة لنجمة ونازين قرقرة. كيف كيف كيف؟ مقصر وكذاب كمان؟ يا عيب الشوم عليك، بدك تنزل حكي على لساني؟ بتكون انت ناقل الحكي للخانم، يا عيب الشوم عليك، انا بس بدي افهم على شو قعدت لحالي، عليك ما كنت اعرف. على جاذبيتي. يو العين تطرقك. يلا يا جماعة، كل واحد يروح يشوف شغله، هلا ساعة تانية بدنا نتغدى ويجي خالد. يا مدام ليلى، كيف بدي اطبخ وما في مي؟ شو بناكل كونسروة يعني؟ معلش ماجد بيك، شو بدنا نساوي؟ بنقضيها يا حواضر يا اكل جاهز. بتعرفوا اليوم خالد معصب كتير، ما بقدر اطلب منه يجيب اكل. خير شبو؟ متضايق شوي، الشغل دائر معه. ايه طول باله شوي. مشان هيك اليوم بدنا نمضيها وندبر حالنا. ايه لكن انا طالع اسال ناطور بيت انبوشه اشوف شو صار معه. ايه يلا روح الله يرضى عليك ورد لي الخبر بسرعه. نجوم سامعني ابريق شاي بالنعناع خليني اخذه معي على السريع. ما دخلني، ساوي لحالك. يا لطيف شو لقيمة، يا لطيف شو لقيمة. روح روح بلط البحر. روقي نجمة روقي. يا رجل أقول لك صار لنا يومين، يومين بدون ماي. يا ابن الحلال أنا ما أبي أشتكي، لو اشتكيت راح أضر أحد الموظفين. كنت أكلمت أكثر من مرة، كل ما تكلمت يردون بنفس الحجة، يقولون ما عندنا إمكانية نصلحها في الوقت الحاضر. طيب اسمعني اسمعني، طيب انت جاري وانا جارك، شلون ما دخلك؟ يعني اللي يصير علي ما يصير عليك؟ طيب براحتك براحتك، مع السلامه مع السلامه. جار اخر زمن. يا حبيبي روق، شو بك هيك معصب؟ يعني شلون معصب؟ تبيني احبس نفسي واسكر خشمي يا ليلى؟ لا حياتي مو هيك، بس انا متعوده عليك، رايق وعين الله عليك، شو صار لك؟ متضايق يا ليلى متضايق حيل.
من ايش حياتي؟ من الشغل؟ من كل شيء، من الشغل ومن كل شيء. حتى مني؟ لا، انتي مو متضايق منك. طيب حبيبي، راح اعمل لك فنجان قهوه مشان تهدى وتروق اعصابك، ومن هون لبكره بنكون فكرنا بشي حل. طيب. اوكي حبيبي. اوكي. الله يرضى عليك يا نجمه، ذكرتيني بالمرحومه. لما اخذتها كانت هي تغسل لي ايدي، بعد شهر صرت انا اغسل لها ايديها واغلي لها القهوه. الله يرحمها. شرف رامي بيك. الله يرضى عليك يا نجمة، حاسس حالي مثل يحيى الفخراني بليالي الحلمية وانتي صفية العمري. بالله بلكش يقضوا لنا ياها يحيى الفخراني وصفية العمري بالاجزاء كلها قاعدين عم يتخانقوا، بقى حاش تحكي حكي ما له طعمه. افهمتيني. تفضل خالد بيك. شو تبين؟ مشان تغسل ايديك. ما ابي اغسل ولا ابي اي شيء، عايش في بيت كبير واتيمم. طول بالك، ليش عم تعصب علي؟ شو انا خدامي عشان؟ صباح الخير. يا صباح النور. شو القصة بابا؟ اهلا وسهلا. خالي متضايق شوية، روحي روقي. حاضر. يلا. خير خالد، شو بك؟ ليش متضايق؟ متضايق على عمي ورامي وهم يغسلون بهالطريقة. انا من بكرة رايح اتهاوش معاهم. لا بتروح ولا بتجي، انا لقيت لك حل جهنمي لهالمشكلة. والله؟ قولي. حل حوائي. ايه هاتي. شوف يا سيدي، بتروح وبتعزم على الغداء كل واحد مسؤول عن قطع المي بهالمنطقة. اروح اعزمهم فوق انهم قصرين؟ تبيني اكافئهم يا ليلى؟ لك هلا انت ليش بصلتك محروقة؟ اسمعني بعدين بتحكي. هاتي. تعال اقول لك. شو كانت عم تقول له؟ الله وكيلك، كل ما بدهم يتفقوا على شيء بوطوا صوتهم، قاتليني بهالعادة. الله عليك يا ليلى. الله بالله عليك، من وين جبتي هالخطه؟ يا سيدي مبارحك قعدت وصفنت لك نقف الدين صفني، نبشت فيها كل موروثي من الذكاء من ايام ستنا حواء لهلا. بقى شو رايك؟ رايي؟ تقولين رايي؟ انا متزوج اذكى واحلى امراه في العالم. الله لكان حتى تعرف بضاعتنا استاذ نخب اول. احلى بضاعه، الله يخليك ويخلي اللي جاب هالبضاعه. يلا عندكم. طيب عود افطار على القليلة. لا ما في وقت، هبي ألحق قبل ما تخترب الخطة. أنا دنكم. الله معك يا جماعة. حوا غير شكل. شابي نحن نجيب طاقلوا لجماعة، ما في مي لا للطبخ ولا لغسيل الخضرة والفواكه ولا للشي ولا للشي. شو بدي ساوي بالمطبخ أنا؟ نجمي لا تنقي، وصلاني معي لهون. ها لهون وصلاني. لا تعصب علي جابي، اصلا لو الله ما له عارفك ونادفك ما كان شغلك هالشغله. الشغله هذا كله من اهلك وجكاري. خلاص جابر. نعم. اطلع ترى صهر يجي الماء يوصل. اطلع افتح الخزانات. يلا يا حبيبي. لك اخي ليش بتقول هلا؟ انت ما قلت لك بدي انظف الخزانات وعقمهم؟ ايش عم خلي بيطاحون انا؟ ما علي بعد ما نخلص من كل شيء نرجع ثاني ونعقمهم. بس اطلع يلا. لا حبيبي ما حزرت بنوب، طبطات الخزانات اصعب من تعبايتهم. روحوا تشتغلوا هيك شغله. شو خلفتكم نسيتكم انا؟ يا سيدي ولا تزعل، بجيب واحد ثاني ينظفهم. بس اطلع انت الحين افتحهم. لا سيدي جيب واحد ثاني. يا نجمه. نعم. وانت بقول لك وش لازم تسوين، بس لين يجي عماد. على اساس لما بده يجي السيد عماد هو اللي بده يطبخ؟ اي نعم، بس انت تحضرين المقادير. يلا. اي لا ما حزرتوا. يا جماعه انتوا ايش فيكم؟ انتوا اصحاب هالبيت ولا احنا؟ انتوا ايش فيكم؟ إيه هلكتونا بهالجمله، قلعونا بقى من هالبيت وخلصونا. يا حرام هالزريعة صار بدها مي وما في مي. يا رب تبعت لنا المطر والمي يا رب، مشان هالزريعة وهالحشيش وهالخضار كله صنعك يا رب. الحمد لله. يا حبيبي ما عندي وقت. يا خالد وقتي كله مليان. هالمرة بس يلا علشان. لك يا أخي عينونا طباخ العيلة الكريمة وخلصوني من القصة. لا بعدين أنت يعني ليش تحسبها بهالطريقة؟ لك يا رجل معقول أنا أطبخ لكل هالأوبة؟ معليش عشان من في غيرك عزيز علي؟ كل مرة بتعمل فيني. لا أوعدك هذه آخر مرة. طيب خلاص آخر مرة راح أطبخ لك. آخر مرة
الا يعني اذا انت حبيت تطبخ لنا طبخه ثانيه من ايدك الحلوه انا ما عندي مانع. خلينا هلا نحن نحضر المقادير ونشوف بركي حدا بيجي بيساعدنا. يلا. ها ليلى وسوسن يساعدونا. لا انا ما بقدر مالي فاضي، عندكم سوسن خليها تساعدكم. بالمناسبه سيارتك بتساعد كل هالقطه؟ والله بحاول ادبرهم وش اسوي معك. طيب خير ان شاء الله. طيب سوسن انت بالاشهر الاولى ها ديري بالك مشان ما تتعبي حالك. اي والله صحيح. ايه لحد يقرب سوسن. اخي لا تعطوا هم سوسن، سوسن معي لا تخافوا عليها. انت اذا بدك روح الله معك بس ما ترجع لبعد ساعتين ها. لا تخاف حاسب حسابي تمام. يلا سلام. مع السلامه. نحن انت اذا بدك كمان فيك تروحي. خاطركم مع السلامه حبيبتي. ايه عماده شو بدنا نبلش؟ يعني كونه ثلاث ارباع الاصناف جاهزه فانا برايي نبلش بالطبق الرئيسي. واللي هو؟ يعني مثلا نعمل لهم برغل بدفين. شو هاد؟ هي اول مره بسمع فيه. طبعا حبيبتي اول مره بتسمعي فيه كونه انت من بعد ما دريتي انه حامل. الحمد لله هجرتي المطبخ يا عيوني. هلا لا تعمل لي بالرز بصل ليكني اجيت مشان ساعدك. شايفت لك هالجماعه ما حيجيبوها البر. ايه وما بتنطبش غير براسنا. لك نحن المعترين، انا شو عازمين لي جماعه البلديه؟ خليهم هن يشتغلوا. لك اذا كان حبيبك عسل لا تلحسوا كله، صفونا عن نقطة، على كل حال نحن ما دخلنا. ايه سوسن، شو عملتي لي باللحمه موزات؟ ليك سلقتها وحطيت معها ورقتين غار وعود قرفه وكم حبه هيك. برافو. انا رح ارجع اعدل لك المقادير. طيب. عندنا لحمه ناعمه مفرومه. نص كيلو هي. نص كيلو. عندنا بصل ست بصلات مفرومين ناعمين. عندنا كاستين برغل منقوعين بالمي ومغسولين. عندنا كاسة حمص منقوع بالمي. وعندنا بهار ابيض وفلفل اسود. وعندنا صنوبر. وعندنا كراوية هي مشان النكهة. وعندنا هيل وغار استخدمناهم بقلب الطبخة. وعندنا ملح. وعندنا نص كاسة سمنة. وعندنا كاس كامل من السمنة. هاي لشو؟ هاي مشان نقلي فيها اللحمه والبصلات والبرغلات الى اخره. هلا معناته هي منشان الصنوبر صح؟ هي مشان نحمر فيها الصنوبر. اوكي طيب شو ساوي؟ جيبي لي الطنجره اذا بتريدي. كالعادة نحن البصل حتى يصير لونه ذهبي يعني زهري. حط لي البصلات. طلع نفسي من البصل. لأنك مانك متعودة شاطرة بس تعدي بالبيت على أوامر. طبعاً حبيبتي أنت لازم تعرفي إنه الطبخ أهم شغلة عند النساء لازم تكون. بعدين بيعرفوا يعني المرأة إذا كانت شاطرة ولا لا من وراء طبخاتها. حبيبي حافظته لهالموضوع. بعدين نفسك بالطبخ لازم يكون نفس ظريف مو نفس بلا نفس. ماشي إذا بطبخ معك ثاني مرة يا عماد. ماشي الحال. هلا بلشت تشقر تقريبا البصله. هلا بدنا نضيف اللحمه. الأسود. وحدة.
معلقتين كراوية. شو بكرة الطبخة ليش رح تطلع طيبة؟ لأنك حطيتي إيديكي فيها. أعطينا هلا معلقتين ملح. مشان ياخذ البهار مع اللحمه بشكل منيح. هلا جيبي لي الحمص. هذا الحمص بس شلون النقع؟ ما في منه. حكي هذا ما عم اقول لك بتطلع طفه كثير ظريفه. كمان بنقلبها شوي. هلا جيبي لي البرغل. هذا البرغل بالتفين، عرفت شو؟ برغل بالتفين عشان ما عاد تسأليني. ماشي. فصطية؟ فصطة. سهلة، كمان صعبة. هلا بدنا نبلش نحضر الصنوبة. هلا بدك تجيبي لي مقلاية. يعني قبل ما هدول شو بنحط عليهم الموزات ولا المي ولا شو؟ هلا بعد شوي نحن بنحط بنسقسقلها من مية الموزات علي فوق. طيب حضر لك صنوبة الرقعة. يلا حضري الصنوبة. اعطيني هيك تبجي فاهمة؟ مية الموزات. هلا نحن تقريبا بدنا نغمر هذا البرغل والحمص وهي المزيج كله تقريبا لازم ينغمر لشي سنتيمترين فوق بالمي. صارت هيك منيحه. مشروع مطعم صغير. حبيبتي هذا المطعم بده واحد رجله مكسور. يعني مو شغله ما خرجي انا. بده واحد كسلان يعني ما معه حق بابا. عم بيرجع حبيبتي. يعني تخيلي انتي كل يوم والثاني عم تطبخي طبخة جديدة. يعني شو اللي مبلغ؟ وانت لك كسلان ليش بابا؟ هلا المرة لازم يحترقوا هلا بس يزهروا يعني. حطوه؟ حطيه. حطيها كلها لأنه كان مزين فيها طبخة. هذا كلام شوف مين كستان ولا أنت طبخ ما بتعرفي تطبخي يعني أنا مش شو أنا ما بعرف تطبخ وهي شو مين اللي طبخ هي؟ يعطيك العافية يا كحان. لا والله تعبت الحقيقة. إيه طبعا أنا وأنا تعبت منك. هذول تقريبا صاروا بلش رتب انا وجراح ضبطوا؟ ضبطوا ضبطوا
لا تسري خلط ها. هلا انت شو لفيت بورق القصدير؟ هذا اسمه ورق الفويل اصح. حبيبتي لفيت فيه العظم، في عالم ما بتحب يكون منظر العظم فوق الاكل. بعدين في مثل بيقول لك العين بتاكل، صح ولا؟ طبعا الله يعطيك العافيه، منظرهم شيء بشهي. طيب هذول بلشوا يشقروا. رح نطفي تحتهم. وهلا رح نزين فيهم الطبخه. شايفه كيف؟ هلا في اكثر من طريقه للتزيين يعني. بس نحن كونه هذا الصدر له علاقه بالشيء العربي يعني. يا سلام. هيك بنكون خلصنا. الله يعطيك العافيه. طبخه. عيمان الله يوفقك، دير بالك على اكل بابا، لا تخليه ياخذ راحته. حبيبتي انا خرج دير بالي على اكل ابوك. بتعرف عماد انا خايفه على بابا من هالاكل الدسم. حبيبتي خفتي ولا ما خفتي؟ ابوك وقت بده ياكل بده ياكل، ان شاء الله بيكون الدكتور فوق راسه. بعدين بدي اسالك سؤال، هلا نجمه نحن عم نشتغل عندها ولا هي عم تشتغل عنا؟ ما بعرف والله. وانا كمان ما بعرف. حبيبتي هاي الطبخة صارت جاهزة، يعني أنا خلصت اللي علي. في شغلة بدي لك إياها، أبوكي وخالد بدهم يعني أقعد معهم، أنا ما خرج أقعد معهم. في لعبة طابة بالحارة بدهم يعني حارس مرمى، وعطف ضحينا الله يخليكي. يعني أنا مثل ما بيقولوا السلام عليكم. شو فهمنا؟ السلام عليكم. الله معك. سيد خاني. نعم. دري بالك على رئيس البلدية ورئيس الورشات. أكيد يا عمي أكيد. يا أهلا. أهم شيء رئيس البلدية. طبعا. مع رئيس الورشات. تفضل. الله الله يخليك. تفضل كل. ليش معزمين حالكم يعني؟ يا عزام. أنا وسهلا. ولو يا أستاذ لا، وبعدين خلوا مكان للحلو ها. لك شوفوا حالي شوف. وأريد إن شاء الله تقول لي مجاعة. تعرفي هذا شاطر غير عماد، هو الوحيد اللي فركه. منيح اللي رح اتغدى معكم، كانوا اكلوني. ما حدا حياكلها غيري، انا اللي رح اجري. اسكتي هلا انت. يا سلام. ايوه هيك بالشوية. كلوا كلوا صحتين. ايه. ها؟ اعطيني. احلى رئيس بلدية. انتبهتوا ها؟ انتبهوا كثير. لا خلوا مكان للحلو جاي في الطريق، صحتين صحتين. اهلا وسهلا. الله يخليك، الله يعطيك العافية. استاذ خالد وين فينا نغسل ايدينا؟ هنا مربط الفرس. الحقيقة يا جماعة احنا اسفين، يعني صار لنا اسبوع ما عندنا ماي، لذلك راح نجيب لكم محارم. محارم؟ اسبوع؟ شو هالحكي؟ انا رئيس بلديه وما بعرف انه مقطوعين عن مي؟ اسبوع؟ اي والله اسبوع. الله يصلحك يا زلمه، ليش ما خبرتوا الطوارئ؟ يا استاذ اتصلنا اكثر من مره، ما في احد يجاوبنا. خلص اليوم المساء بيكون الاسطل مصلح، تكرم. ليش استاذ؟ هو العطل من الاسطل؟ ومنين بده يكون يعني؟ اكيد شي تراكتور ضاربه وكسر الوصله. هاتوا لي تليفون. اي ولا يهمك تليفون. ايه هات التليفون. تفضل استاذ تفضل. راح احكي مع العمال مناوين على الرقم الخاص. رقم خاص؟ وانا اقول اتصل ولا حد يجاوب، اثاري في رقم خاص. الو شاكر، معك رئيس البلديه. اسمعي يا ابني، اترك كل شيء من ايدك وطلع على الكتله رقم 4. ايه مثل ما عم اقول لك، في اسطل مضروب، بتصلحهم وبترجعوا بسرعه، مفهوم؟ بدي لي في ايدي، مو شغلك. بسرعة عم بحكي، مفهوم؟ يلا بسرعة. خلص ما يوصلت إن شاء الله.
شكرا لك يا استاذ، كثر الله الف خيرك. شبكون بلاي ما عاد طلع صوتكم؟ من وين بده يطلع صوتنا يا عم؟ همنا كبير. دامي صحتين وهلا. اهلا وسهلا، شرفتونا. شكرا. منزل عامر وجودكم. يعني شكرا لهالعزيمة الملوكية هي، يعني ما كان في داعي تزعجوا حالكم. لا ولو يا استاذ، احنا ما سوينا الا الواجب. الله يخليك. على كل حال استاذ خالد، رقمي الخاص صار عندك، وكل شيء بتحتاجه من عيني هي قبل هي، بس انت اتصل. ولا يهمك، انا شاكر ومقدر لكم كلكم. على راسي، يلا بخاطركم لك. اهلا وسهلا. حياكم الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ. خلونا نسمع صوتكم، مو تغطوا. لا ولا اكيد حنكون على تواصل. ونحن كل ما اشتقنا لكم راح نكسر الاسطال ونقطع المي بس مشان نشوفكم. يلا خاطركم. سلام عليكم. حياك الله. حياك الله. يا سلام، باين تجحي تعود.